الحمد لله، ساعات من العمر مرت بنا في علي مقصد العمر. ومقصد العمر خلافة عن الإله على ظهر الأرض، يقام بحقها فتثمر درجات في القرب من الله وجواره وجوار مصطفاه في دار الكرامة، جمعنا الله وإياكم في فراديسها مع الذين أنعم عليهم. هذا المقصود من العمر الذي نوه الله بشانه للملائكة قبل ظهور أبينا آدم، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وخرج الخليفة إلى الأرض، فكان ملخص أمر الخلافة: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري خرج عن كراسي الخلافة عن الله ليكون خليفة عن نفسه الأمارة، أو عن شيطان من شياطين الإنس أو الجن، أو عن هوى، أو عن متاع فاني بدل الخلافة عن الرب الخلاق جل جلاله. فعنوان ذلك الخروج عن كرسي الخلافة عن الله واستبدالها بالخلافة عن شيء مما سواه، عنوانه الإعراض عن ذكر الله: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، والعياذ بالله. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، فأجيبه الله في القيامة على ألسن ملائكته، يجيبه الله جل جلاله أنه ليس العمى عمى الأبصار، فإن كما قال: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، أي فما كنت أعمى ما كنت بصيرا فما أفادك بصر جسدك شيئا عندنا، إنما البصير من أبصر أمرنا فاتبعه ونهينا فانتهى عنه، إنما البصير من أبصر ذكرنا الذي أنزلنا على نبينا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، أي كنت أعمى البصير في الدنيا فنسيت آياتنا، فننساك من رحمتنا وتقريبنا وعطفنا اليوم في هذا اليوم، والعياذ بالله تعالى. كما قال في الآية الأخرى: فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا. جعلنا الله ممن يتذكر لقاء ذاك اليوم ويستعد له، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. قال جل جلاله: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيل. أسرار هذه الخلافة جاء بها الأنبياء نبيا بعد نبي من عهد أبينا آدم، وبدأ الخروج عن الخلافة في ولد آدم الذي أغوته نفسه وخرج من كرسي الخلافة عن الله إلى اتباع هواه، فكان خليفة نفسه وهواه في حسده أخيه، ثم في تفكيره في قتله. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. في مثل ذاك الظرف، ظروف تتكرر في الحياة، يقابل فيها بعض أهل الخير بشيء من الشر، فتكون وظيفة صاحب الخير: قال لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. ومن ذلك عند افتتان الأمة في آخر الزمان وادعاء كل أنه على هدى أو حق أو نور بغير بصيرة، ثم اختلافهم وتقاتلهم وتنافرهم وتباعدهم، قال صلى الله عليه وسلم: فاعتزل تلك الفرق كلها حتى ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت. وقال في الرواية الأخرى وكلها صحيحة جاءت بأسانيد صحيحة: فكيف تأمرني إذا صار الناس هكذا ومرجت عهودهم وضاعت أمهاناتهم، فما تأمرني؟
قال إلزم بيتك، هل يسعك بيتك؟ قال فإن دخل علي إلى بيتي قال كن كخيري ابن آدم. شوف اثنين من ابني آدم تقابلا فكن كخيرهما، واحد يقتل واحد يقول له إن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباطن يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب هذا الفارق بين الخليفة عن الله وبين من خرج عن ذلك خوف الله جل جلاله، ملأ الله قلوبنا خوفا منه لأن في ذلك أماننا ولأن في ذلك سعادتنا ولأن في ذلك النعيم لنا، ولمن خاف مقام ربه جنتان ذوات أفنان. هذه الخلافة عن الله حملها الأنبياء نبيا بعد نبي من عهد آدم حتى ختموا بسيدنا النبي محمد، فجاء كمال الخلافة وتمامها. وضرب النبي المثل لمبنى هذه الخلافة العظمى فقال مثلي ومثل النبيين من قبلي كمثل ملك ابتنى دارا فأحسن بناءه فجعل الناس يطيفون بها ويقولون ما أحسنها إلا موضع لبنة فيها، فيقولون ما أحسنها لولا موضع هذه اللبنة، باقي ناقص لبنة واحدة في المبنى كله. قال فأنا موضع تلك اللبنة. كملت بي الخلافة وتمت صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلما جاء الكمال على يد حبيب الرحمن وعبده الكامل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان للمساجد شان وكان للمساجد مكان في الارتباط بأسرار هذه الخلافة. قد سمعتم من إخواننا وأحبابنا من بداية ما ذكر الشيخ حسين عن بعض مقاصد المسجد، ثم ما سمعتم من آداب المسجد وشؤونها في من تكلم من أحبابنا، كل ذلك ربط بأسرار الخلافة عن الله في أرضه. والخلافة عن الله شانها شان أيها الأحباب ليست كما يتوهم بعض الناس أنها عبارة عن إمساك زمام الحكم والجلوس على كرسي الحكم على الناس، ليس هذه حقيقة الخلافة. لكن من جلس على كرسي الحكم إن كان صاحب قلب في أنوار الخلافة عن الله فسيحسن الحكم بالخلافة عن الله، وإن لم يكن كذلك فشانه كشان في أحواله الأخرى غير قائم بالخلافة عن الله في أرضه. وبهذا نعلم أن سيدنا نوحا كان خليفة الله في أرضه، وفي طيلة 950 سنة حيث كان الحكم الظاهري بيد الكفار وهو قائم بالخلافة عن الله في أرضه يدعوهم، وحالهم كما ذكر لنا القرآن وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم فيه وأذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. لكن هو أحسن أداء الخلافة ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسرت لهم، يعني استنفذت الوسع في التفنن في استعمال أنواع الوسائل والأساليب، أديت ما علي في هذا. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا أن يقدم لكم سعادة الدنيا مضافا إليها سعادة الآخرة. فأصروا واستكبروا. فهل كان الخليفة طيلة 950 سنة الحكام الكفار أو نوح النبي الله؟ نوح النبي الله والخليفة، وإن لم يكن حاكما وإن لم يكن بيد زمام الحكم الظاهري، كذلك جاء الخليفة الأكبر عن الله وهو محمد. ومن يوم نزل الوحي عليه في غار حراء تبوى منصة الخلافة في ذروتها وأعلاه صلى الله عليه، وإن حبس وسط الشعب هو وقومه 3 سنين لكن هو الخليفة، لا أبو جهل ولا أبو لهب ولا عقبة بن أبي معيط ولا البحتري بن هشام ولا بقية زعماء قريش لم يكونوا هم خلفاء الله،
وإن كان بيدهم زمام الحكم الظاهري، إنما الخليفة الأكبر الأعظم محمد بن عبد الله. في الساعة التي وضعوا السلاح على ظهره كان الخليفة هو. عند الكعبة المشرفة في وقت شدة وخوف، لم يستطع أحد من المسلمين أن يأتي ويزيح من على ظهره الكريم هذه القاذورات. فذهب بعض الصحابة إلى السيدة فاطمة: الحقي أباك في المسجد، وضعت على ظهره القاذورات وهو ساجد. وخرجت السيدة فاطمة وهي طفلة صغيرة تنظف ظهر أبيها وترفع الأذى والقذى من عليه حتى كملت ذلك وأقبلت عليه، تقول: تفعلون هذا بأبي ولم يؤذكم ولم يسبكم ولم يظلمكم وما دعاكم إلا إلى الله، أتفعلون هذا بأبي؟ موقف يحزن ويبكي. فرفع راسه بعد أن نظفته بنته البتول وقام يسمي أسماء من الذين فعلوا الفعلة، فصرعوا يوم بدر ووضعوا في القليب، وقال لهم: هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فقد وجدت ما وعدني ربي حقا. فنعم الخليفة رسول الله. والذي يظن أنه ما تولى الخلافة إلا يوم وصل إلى المدينة المنورة، قل له: ظننت باطلا، الخليفة الأعظم هو، وتبوؤه أعلى مراتبها في الظاهر يوم نزول الوحي عليه، أما في الباطن فمن الأول، من الأول هو الخليفة صلى الله عليه وسلم. وأخذ الله مواثيق النبيين وعهودهم: إذا بعث هذا فاتبعوه وكونوا من ورائه. عبر عن هذه الخلافة وقال: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فالحمد لله على نعمة الاتباع لمرفوع القدر، لعظيم المكان لدى عالم السر والجهر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في أسرار هذه الخلافة نعلم ذلك التردد إلى المساجد وبناء، الحمد لله الذي وفق السيد محسن، والله يتقبل منه ويثبته في المحسنين وإخواننا المساهمين في هذه المساجد. ومن الجميل التسمية بهذه الأسماء: أبو بكر الصديق، فمن حقهم أن ترفع راياتهم فهم أئمتنا وقادتنا، جعلهم الله تعالى حول ذات حبيبه يتلقون عنه وينصرونه، وأمرنا باتباعه. أمثال الخلفاء الراشدين، وقريب منكم مسجد عمر بن الخطاب، والتحية هذه الأسماء: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وهو منهاج أهل الحق والهدى، تعظيم سادتنا الصحابة وأهل البيت الطاهر. ليس من أهل الزيغ والضلال والرفض من أحب الصحابة ولا من أحب أهل البيت، ولكن من أبغض أحدا، من أبغض أحدا منهم فهو الزائغ وهو الضال وهو المبتدع. أما محبة أهل البيت فعين السنة، محبة الصحابة عين السنة، فلسنا ننكر تعظيم أحد منهم. وقديما لما رأى اختلافات الأهواء سيدنا الشافعي، فرأى بعض الناس إذا ذكر فضائل سيدنا أبو بكر يقول: هذا ناصبي، فإذا ذكر فضائل سيدنا علي يقول: هذا رافضي. فتعجب من هذا المسلك المغلوط والفكر الخاطئ، وقال في أبيات له: إذا ذكرنا يوما أبا بكر قال اتهمنا بالرفض، وإذا ذكرنا علي اتهمنا بالنصب، فما زلت ذا رفض ونصب كليهما بحبيهما حتى أستدف الرمل. قال: أنا على حبهم حتى أموت، إن كان الرفض محبة الشيخين، محبة الصحابة، محبة أهل البيت، فأنا رافضي. إن كان الرفض، إن كان النصب محبة أبي بكر وعمر، فأنا ناصبي. إذا أي لا تهمني هذه الألقاب والمسميات، أنا وراء ذات ومضمون وحقيقة. وهكذا أهل الحق لا يقفون وراء الصور والأسماء والمسميات ولا تهمهم، يهمهم أن يكون شانهم مع الله صحيح على منهج قويم. وذلك هو المستوعب لمن عداه،
وذلك هو الواسع الصدر في من سواه. على ذلك المنهاج مضوا، وبارك الله في ارتباط المسجد بالعلم. وإخواننا وأحبابنا الأتراك الذين هم على قدم أهل السنة والجماعة يقومون بخدمة في التعليم في هذا الجانب، كثر الله العلوم النافعة بيننا وجمعنا على ما يحب ويرضى، إنه أكرم الأكرمين. ونأتي إلى المقصد الأسمى في أسرار الخلافة في المساجد، اشتق اسمها من السجود، فالمسجد محل السجود. ومحل السجود معنيان أو مكانان أو موضعان، ظاهر وباطن. أما الظاهر فهي البقعة من الأرض والمسجد الذي تسجد فيه، وأما الباطن فمحل السجود وموطن السجود قلبك. هناك محل السجود، هناك حقيقة السجود قلبك. وكل ذي جسد جاء ساجد بقلب غير ساجد لا يعد عند الله ساجدا. ولذلك أرباب الزيغ والضلال ممن كان يظهر السجود وفي قلب نفاق، إذا جاء يوم القيامة وأمروا بالسجود انتصبت ظهورهم فصارت مع بقية أجسادهم كاللوح من الخشب، لا يقدرون على السجود. فيسجد المؤمنون وحدهم هؤلاء لا يسجدون، يريدون السجود. قال تعالى: يوم يكشف عن ساق يأتي الهول العظيم ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. وقد كانوا يدعون إلى السجود في الدنيا وهم سالمون، يستطيعون يعطفوا أجسادهم بقدرة الله التي أعطاهم إياها، فأبوا أن يسجدوا بقلوبهم. أما بالظاهر دخلوا مع المسلمين، ولكن بيقول ما سجدوا لله بقلوبهم فلا يستطيعون السجود غدا يوم القيامة. وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، فذرني ومن يكذب بهذا الحديث. وتصور هذا التهديد من صاحب القدرة، من بيد مفال اتركني وهؤلاء الذين يكذبون بذا الحديث الموحى إليك يا محمد، اتركني وإياهم. كيف إذا جاءت قوة عظيمة تقول لك اتركني وفلان، الأمر مخيف. فكيف إذا جبار سموت تقول فذرني ومن يكذب بهذا الحديث. إن اغتروا بماديتهم أو بعسكريتهم أو باقتصاديتهم أو بحكمهم فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي. ولما قال من حيث لا يعلمون انتهت قوة الخلائق كله، لأن الله قال من حيث لا يعلمون. فكيف يقابل شيء لا يقوون على العلم به من حيث لا يعلمون، يؤتون من حيث لا يعلمون، نستدرجهم من حيث لا يعلمون. لو علموا ربما قابلوا واستعدوا، لكن من حيث لا يعلم. فانتهت قوة الخلائق أمام قدرة الخالق، وكيف ومكر الله ما فوقه مكره. كم عدد الذين تكبروا على ظهر الأرض وتكلموا بألفاظ ثم صاروا عبرة للناس، أعداد كثيرة. هكذا سر السجود في المساجد. الله أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فإذا سجد القلب قالوا امتنع القلب أن يرفع عن السجود. أما الجسد فله حكمه في الدنيا، يحتاج إلى حركة وقيام وقعود وذهاب وخروج وأكل وشرب ونوم، يقوم الجسد، لكن القلب يظل ساجد. وحين يظل القلب ساجد فإذا خرج هذا صاحب القلب الساجد من المسجد فجسده خارج المسجد وقلبه في المسجد. حين تفهم سر قوله ورجل قلبه معلق، قلبه معلق، اسمع، ما قال رجل يكثر الحضور في المسجد، قلبه معلق بالمسجد. لأنه قد يكون جسده في المسجد وقلبه خارج، ما يحسب هذا في أهل المساجد. ولذا كان بعض الشيوخ المربين ينظر إلى بعض تلامذته فيتفرس أن قلبه معلق بشيء في السوق فيطرده من المسجد، يقول قم من عندنا روح اخرج إلى السوق. يقول يا شيخ أنا باجي اسمع، يقول لا اخرج ابعد روح إلى السوق. فلما يطرده الشيخ يخرج إلى السوق ينقلب فكره، يصير يفكر في المسجد، ليه طردونا وليه خرجونا. كان أول
جسده في المسجد وقلبه في السوق. فلما طرده الشيخ خرج إلى السوق بجسده ورجع قلبه في المسجد. قال وأن يكون جسده في السوق وقلبه في المسجد خير له عند الله وأفضل من أن يكون جسده في المسجد وقلبه في السوق. فإذا صلح القلب وتعلق بالمسجد قال تعال حضر معنا الآن تعال إلى ارجع وحضر. لكن قد توجهت وجهة القلب ولكل وجهة هو موليها. فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. الحمد لله على هذه النعمة، وإن شاء الله نكرم بسر السجود بقلوبنا للملك المعبود جل جلاله وتعالى في علاه. وإذا ذاق الإنسان حلاوة السجود أيقن أن حلاوة الشرب والأكل والجماع والركوب والرئاسة والشهرة ما تساوي فيها شيء، ولا تساوي منها ذرة. حلاوة السجود ألذ وأعلى، لا حرمنا الله منها وجعلنا من خواص أهلها، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. والإمداد بالقوة لتحقيق هذا كثرة ذكر الله والعلم النافع في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وقد كان بعض الصالحين يقف على باب المسجد عند الدخول ويترقب واحد من المسلمين يدخل وراءه يقول له مالك؟ يقول المسجد بيت ربي، وإذا دخلت ينظر إلى قلبي وأنا قلبي ليس بمستوى طاهر ينظره الله، فأحب ينظر قبلي إلى قلب مؤمن أدخل معه تعظيما لشان المسجد. كان سيدنا عمر بن الخطاب سمع اثنين يرفعون أصواتهم في المسجد استدعاهم قال تعال من أين أنتما؟ قالوا من الطائف، جاءوا زائرين في المدينة. قال لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ضربا، أترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله؟ أترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله؟ أنت عندكم عذر جهال، جيتوا من محل بعيد. لو كنتم من أهل البلد وتعرفوا العلم لأوجعتكما ضربا، أترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. حلان الله بحلية الأداء. تقبل من إخواننا ومن القائمين على هذا المسجد والمدرسة فيه يا رب، تقبل منهم وزدهم توفيق، وخذ بأيديهم بارك في هذه المساجد حواليهم وهذه المدارس والمراكز العلمية، وانشر الخير في هذه البلاد وجميع البلاد، وأرنا راية خير العباد مرفرفة في كل واد وناد في كل خاف وباد. يا رب العباد يا قوي يا كريم يا جواد يا أرحم الراحمين، واجعل القلوب مقبلة عليك وارزقنا القبول لديك وأكرمنا بسر السجود لك ظاهرا وباطنا، والحمد لله رب العالمين.